إيمي برضو من ال يعني أنا بشوف دلوقتي إيمي من النجمات الكوميديانات اللي بجد ما شاء الله يعني ما عندناش الموهبة دي فعلا مش موجودة هي مختلفة حقيقي وما شاء الله كمان هي مش بتقدم بس كوميدي يعني السنة اللي فاتت في مسلسل حق ميت كان معناها كانت ضيعتنا كلنا بس كانت ممثلة يعني فانا هبقى مبسوطه قوي قوي لو انا وايمي اشتغلنا مع بعض.